My name is Grace. I am your English teacher. My name is Grace. What is your name? شو اسمك؟ شو اسميك؟ كيف تعودنا نجاوب؟ منقول My name is André. My name is Sam. My name is شهد. حطوا اسمكم محل اسمي. How are you today? How are you today? كيفك اليوم؟ كيفك اليوم؟ إذا حاسس حالك مبسوط شو بنقول؟ بنقول I am happy today. I am happy today. وإذا حاسس حالك أو حاسة حالك حزينة أو حزين بنقول I am sad today. I am sad today. بس إذا أنت بحالة جيدة شو بنقول؟ I am fine. Thank you. How are you today? I am fine. Thank you. How old are you? قديش عمرك؟ قديش عمرك؟ 6 7 8 I am 6 years old أو I am 7 years old أو 8 years old. Where do you live? وين عايش؟ وين عايشة؟ إذا عايش بلبنان مثل أنا بقول I live in Lebanon. إذا عايش بسوريا I live in سوريا. أو العراق I live in Iraq. هلا What are your hobbies? سؤال جديد What are your hobbies? صديقي إذا بتحب الركض شو بتقول؟ I like running. إذا بتحب المطالعة أو القراءة شو منقول؟ I like reading. Reading books. قراءة الكتب. إذا بتحب العزف على البيانو شو منقول؟ I like playing the piano أو playing the guitar أو playing the violin. الفيولا أو الكمانجا. I like playing the violin. أحب العزف على الكمانجا. وإذا بتحب الطبخ شو منقول؟ I like cooking. Very good. حطوا هوايتكم وكملوا الجملة. I like swimming. السباحة. مثل ما تعودنا بدنا نقول أيام الأسبوع. The days of the week. صرتوا حافظينهم؟ شو رأيكم نقولهم قبل؟ عالسريع. Monday ورا بعض. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. And Sunday. فإذا أول يوم إذا كنا الاثنين منقول Today is Monday. إذا كنا الثلاثاء منقول Today is Tuesday. إذا كنا الأربعاء منقول Today is Wednesday. إذا كنا الخميس منقول Today is Thursday. الجمعة Today is Friday. السبت Today is Saturday. وآخر يوم الأحد Today is Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. شاطرين أصدقائي. في سؤال بعد عن الطقس. طلعوا لبرا وشوفوا كيف السماء. في شمس مشرقة؟ هل الطقس مشرق؟ How is the weather today? How is the weather today? كيف حال الطقس اليوم؟ إذا كانت الشمس مشرقة وفي منقول الطقس مشرق منقول It is sunny. الطقس مشمس. It is sunny today. إذا كان في مطر منقول It is rainy today. الطقس ممطر. It is rainy today. It is snowy. إذا كان في سقعة وفي تلج الطقس مثلج. و It is cloudy. الطقس غائم. إذا كان في غيوم السماء ملبدة بالغيوم. فإذا sunny, rainy, snowy, cloudy. ما تنسبون. أنا هلأ رح أترككم تسمعوا لأغنية اليوم. Let's listen to the song. أنا برجع لكم بالفقرة التالية. Hello, hello. Good morning, my friend Peter. Good morning, my friend Sue. How are you, my friend Peter? Tell me, how are you? I'm fine, thank you. How about you? I am fine too. Thank you. How old are you, Peter? I am 6 and you? I am 6 too. Woohoo, woohoo, woohoo!
الليله بدنا نعمل مراجعه صغيره. مراجعه يعني ريفيجن. اذا بتتذكروا نحن اخذنا كلمات مميزين من قبل، كلمات بيخلصوا بنفس اللفظه. تعالوا نشوفهم مع بعض. باول ليله عندنا من، بن، تن، بن، هن. تتذكرون كلهم بيخلصوا بان، بس غيرنا اول حرف اول لتر وتغير كل المعنى. خلونا نتذكر مع بعض شو يعني من. يعني رجال. بن هو صديقي اسمه بن. تن هو الرقم 10. Very good. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. هون عندي بن قلم حبر وهن دجاجة. شو عملت بالكلمات؟ غيرت أول حرف. هون عندي the letter M, the letter B, the letter T, the letter P, the letter H. م من، ب بن، ت تن، ب بن، ه هن. أما بتاني ميلي تعالوا مع بعض نشوف شو عنا. عندي فيج، بيج، ديج، بيج، ويج. كلهم بيخلصوا بإج بس غيرت أول حرف. هون عندي ذا لتر اف فيج، ذا لتر بي بيج، ذا لتر دي ديج، ذا لتر بي بيج، ذا لتر دبليو ويج. ذا لتر اف بلفظها ف فيج، ذا لتر بي بلفظها ب بيج، ذا لتر دي بلفظها د ديج، ذا لتر بي بلفظها ب بيج، ذا لتر دبليو بلفظها و ويج. هلا شو رايكم اصحابي نجرب نعمل جمل sentences. بدنا نستخدم الكلمات ونحطهم بسنتنسز. خدوا ورقه وقلم واسمعوني كتير منيح. اول جمله بدي اقول انا: الرجال يحبون اكل التين. الرجال يحبون اكل التين. منبلش باول كلمه، خلينا نكتبه مع بعض. شو يعني رجال؟ رجال يعني من. The men يحبون. يحبون شو يعني يحب او تحب او يحبون؟ يحبون يعني like. اخدينا من قبل like. The men like to eat fig. يعني الرجال يحبون اكل التين. The men like to eat fig. تاني جملة بدي اقول انا انه صديقي بن، بن يملك 10 أقلام حبر. بن يملك 10 أقلام حبر. بلش ببن، بحط بن. شو يعني يملك؟ انتو بدكم تذكروني شو يعني يملك. Verb to have. Very good. Verb to have أخذناه من قبل. بقول أنا بن have أو بن has. بن هو مذكر واحد صبي، بدي أقول عنه هو he. بقول he has أو he have. He has. فإذا بقول بن has لأنه بن في حط محله هي مذكر وشخص واحد. بن has مش بن have. بقول أنا he has. بن has. بن has. بن يملك 10 أقلام حبر. 10. شو يعني الرقم 10؟ من، بن، تن، بن، هن. أي وحدة يعني 10؟ تن. تن يعني الرقم 10. قول بن هاز تن أقلام حبر. عندي أنا هون قلم حبر. أي وحدة من الكلمات يعني قلم حبر؟ في عندي هن يعني دجاجة ما في استخدمها. في عندي من رجال. تن قلنا 10 رقم 10.
pen. قلم حبر. بدي استخدم pen. قول pen has 10 pens. pens يعني أقلام حبر. زدت لها S لأنه عندي 10 أقلام، مش قلم واحد، 10 أقلام. أقلام صاروا جمع، يعني أكثر من واحد، أكثر من اثنين كمان، 10، 10 أقلام. زدت لها S لأنه هيدي اسم وجمع. قلم حبر، أقلام حبر. زدت لها S صارت pens. Ben has 10 pens. بن يملك 10 أقلام حبر. هلأ مننتقل ل هن. بدنا نعمل جملة فيها هن. شوف فيه يقول الدجاجة، الدجاجة تحب أن تحفر. الدجاجة تحب أن تحفر. إذا بدي أقول الدجاجة تحب أن تحفر، بلش بالدجاجة، بلش بهن، الكلمة يلي بدي استخدمها. قول the hen. The hen تحب، تحب يعني like. Like the hen likes. زدت لها هون S. Like يعني هو فعل. Like I like, you like, he likes, she likes. نحن أخذنا من قبل إنه الفعل مع هي شي وإت منزد له أس. هون عندي هن دجاجة يعني حيوان، يعني محلة فيه حط إت. إت بتدل على الحيوان وعلى الشيء. أنا بقول إت لايكس، بزيد للفعل أس مع إت. فإذا هون the hen likes مش like. The hen likes لأنه محلة ممكن حط أنا، ممكن حط محلة إت، لأنه الإت هي اللي بتدل على الحيوان. قول it likes أو the hen likes أن تحفر، أن تحفر to dig. Likes to dig. الدجاجة تحب أن تحفر. The hen likes to dig. هلأ استخدمت من، استخدمت بن، تن، بن وهن. شو بعد عندي هون؟ بدي استخدم فيج، استخدمتها بأول كلمة. The man like to eat fig. Pig خنزير. بدي أعمل أنا وياكم جملة فيها خنزير. Sentence بدي استخدم بقلبها الخنزير. خليني بلش بلون تاني. بقول الخنزير وقع في حفرة كبيرة. الخنزير وقع في حفرة كبيرة. بلش كلمة كلمة، رح أعملها أنا وياكم سهل كتير. الخنزير يعني the pig. The pig وقع أو سقط يعني فل. فل، فل يعني وقع أو سقط. The pig fell in a big hole. تتذكروا big؟ عندي اياها هون. big يعني كبير او كبيره. big hole يعني حفره كبيره. the pig fell in a big hole. in يعني في، اخدينا من قبل. the pig الخنزير fell يعني سقط او وقع. in a big hole في حفره كبيرة. بعد في كلمة ما استخدمت أنا. استخدمنا فيج، استخدمنا بيج وديج كمان وبيج. بعد عندي كلمة واحدة ويج، شعر مستعار. مين بيلبس شعر مستعار؟ The girl الفتاة تلبس شعرا مستعارا. The girl خلينا نكتبها مع بعض. The girl شو يعني تلبس؟ أخذناها من قبل. تلبس يعني wears. wears تلبس. wears a wig. الفتاة تلبس شعرا مستعارا. The girl wears a wig.
خلينا نرجع نعيد الجمل ونشوف كيف حطينا الكلمات الجديدة اللي تعلمناهن بقلب الجمل. The man عندي هون من رجال. Like to eat fig عندي fig. أما هون فعندي ban has 10 pens عندي 10 pen كمان. أما هون فعندي the hen نعمل circle على الهن. Likes to dig عندي dig. The pig fell in a big hole. واخر شي عندي the girl wears a wig. تعالوا نقراهم مع بعض. Man ben ten pen hen. هول كلهم بيخلصوا ب ان. اما هون فعندي fig dig wig وبيج كلهم بيخلصوا بإج. ما تنسوا من أصدقائي وما تنسوا معانيهم بالعربي. The men like to eat fig. الرجال يحبون أكل التين. Ben has 10 pens. Ben يملك 10 أقلام حبر. The hen likes to dig. الدجاجة تحب أن تحفر. The pig fell in a big hole. الخنزير وقع أو سقط في حفرة كبيرة. The girl wears a wig. الفتاة تلبس شعرا مستعار. عنا من بن تن بن هن. وعتالي ميلي فيج بيج ديج بيج ويج. ما تنسون كتير سهلين. عملنا كلمات مختلفة بمعاني مختلفة وما غيرنا إلا أول حرف. The first letter of each word. The first letter of each word. أول حرف من كل كلمة. سخون منيح. خلون على الدفتر عندكن وتدربوا عليهم وما تنسوا معانيهم. أنا بشوفكن بالفقرة التالية. هول حفرة. هول حفرة. Where's the girl wears الفتاة تلبس. The girl wears الفتاة تلبس. The men like to eat fig. الرجال يحبون أكل التين. The men like to eat fig. الرجال يحبون أكل التين. Ben has 10 pens. Ben يملك 10 أقلام حبر. Ben has 10 pens. Ben يملك 10 أقلام حبر. The pig loves to dig. الخنزير يحب أن يحفر. The pig loves to dig. الخنزير يحب أن يحفر. The hen fell in a big hole. الدجاجة وقعت في حفرة كبيرة. The hen fell in a big hole. الدجاجة وقعت في حفرة كبيرة. The girl wears a wig. الفتاة تلبس شعرا مستعارا. The girl wears a wig. الفتاة تلبس شعرا مستعارا. Happy سعيد. Sad حزين. Happy سعيد. Sad حزين. طول طويل. Short قصير. طول طويل. Short قصير. Young يافع. Old مسن. Young يافع. Old مسن. Strong قوي. Weak ضعيف. Strong قوي. Weak ضعيف. Big كبير. Small صغير. Big كبير. Small صغير. اليوم بدنا كمان نعمل مراجعة لأشهر السنة. The months of the year. كم شهر عندي بالسنة؟ عندي 12 شهراً. 12 شهر. يعني منبلش بالجانيوري يناير. جانيوري يناير. فبروري فبراير. فبروري فبراير. مارش مارس. مارش مارس. أبريل أبريل. أبريل أبريل. ماي
مايو ماي مايو جون يونيو جون يونيو جولاي يوليو جولاي يوليو أوغست أغسطس أوغست أغسطس سبتمبر كمان سبتمبر بالعربي أكتوبر كمان أكتوبر نوفمبر كمان نوفمبر ديسمبر كمان من إلا ديسمبر The months of the year أشهر السنة أما هلأ فرح نسمع مع بعض لأغنية الحلقة Let's listen to the song أنا بودعكم بشوفكم بالحلقة المقبلة باي The months of the year are 12 The months of the year are 12 Come sing with me my dear I love the months of the year January, February, March April, May and June July, August, September October, November, December The months of the year are 12 The months of the year are 12 Come sing with me my dear I love the months of the year